نرحب مع حضراتكم باخر فقره معانا، وهي فقره جميله جدا لان احنا معانا واحده من اهم لاعبات النادي الاهلي في الغطس. شاركت في العديد من البطولات مع النادي الاهلي داخل وخارج مصر، وحققت العديد من الميداليات الذهبيه، وحصلت على كاس كمان احسن لاعبه في 2019، وشاركت في بطولات كثيره جدا منها بطوله هولندا الدوليه. خلينا نرحب بهنا هاني لاعبه الغطس بالنادي الاهلي. صباح الخير في البدايه. صباح النور. صباح الفل ومنورانا. ممكن اقول بقى تفصيله صغيره جدا؟ اتفضلي. احنا اول ما هنا جت احنا افتكرنا ان يعني 13 سنه او حاجه، هنا عندها 17 سنه، يعني ما شاء الله. على فكره زي ما كريم كان بيقول لك، دي حاجه، دي ميزه هايله يعني. كل ما تكبري هتفضلي تتمتعي بالخاصيه دي، فدي حاجه جميله. احنا سعداء لوجودك معانا وبنهنيكي طبعا على البطولات. عايزين نعرف بدايتك مع رياضه الغطس جت منين؟ بدايتي انا اصلا كنت في نادي تاني قبل ما يجي الاهلي. ابتديت انا كنت بتمرن سباحه، وبعدين عجبني شكل، يعني كنت عندي مثلا 7 سنين، عجبني شكلهم وهما بينطوا، فروحت قلت الكوتش وانا مش عارفاه، قلت له عايزه انط، فروحت وطلعت نطيت. هو شايف ان انا جريئه قوي وما كنتش خايفه. فاكره نطيتي من على ارتفاع قد ايه وقتها؟ غالبا 5 متر مثلا. ده الاستهلاله بتاعتك؟ او 3 يعني. فكره فكره من 5 متر. هي 3 يا 5 يعني، عشان هو البورد الثابت، فهو انا طلعت يا 3 يا 5. فنطيت مره، وبعدين قال لي لو نطيتي تاني مش يعني، انا كان بقالي تقريبا اسبوعين في السباحه، كنت بس بعرف اعمل عجله في الميه يعني. قال لي انه لو نطيتي تاني هتبقي معانا في الدايفنج وكده. فقلت له ماشي، انا مش فارق لي يعني، انا عايزه انط وخلاص. فطلعت ونطيت، ومن ساعتها وانا مفيش سباحه وانا دايفنج. بس انت يعني لما نطيتي من يعني عملتي دايفنج، ده كان بطريقه بروفيشنال من اول مره طبعاً. ولا يعني احكي لنا الكواليس. طلعت وقفت على البويل عادي، نطيت برجلي يعني، ما عملتش اي حاجه عاديا. لا كان اي حد، كان اي حد بينط يعني، بس كنت مبسوطه. فقلت له ان انا عايزه انط تاني، فقال لي اوكي، وطلعت ونطيت. احنا معانا الصور. الوضع طائره. الوضع طائره. جميل. طب هي بتحتاج جراءة، بتحتاج خبرة، عشان كمان لو نزلتي في المية بشكل غلط فيها كرباج مية يعني. كلنا عارفين عندي حكايات مع الإصابات يعني. حصل إصابات كتير. جالي في وقت طبعا شروخ في إيدي، وياما اتخبطنا ودماغي اتفتحت، وجالي برضو بروز في غضروف، في غضروفين في ظهري، وقعدت منها فتره كبيره قوي عشان ارجع وكده يعني. كل ده من الدايفنج؟ كل ده من الدايفنج. وده ما خلاش الاهلي يقلقوا عليكي؟ لا طبعا بيقلقوا جدا. اكيد بيقلقوا جدا طبعا، وانا مامي اصلا قلبها ضعيف قوي، فهي بتخاف من اي حاجه. منين مامي قلبها ضعيف ومخلفه بنت بالله بصلي على النبي وهي طفله صغيره نطت من 5 متر؟ ما هي ما بتجيش معايا تمارين خالص يعني. أكيد. ما بتقدرش. اكيد يعني بتيجي قليل قوي وبطولات. طيب امتى ابتديتي يا هنا الموضوع يبقى معاكي بشكل محترف؟ يعني اول حاجه كانت حاجه انت حباها جربتيها، بس حلو التصميم ده على كل حال. بعدين اقنعتي المدرب ان هو تبقي معاهم او ان انت تو دايف. بعد كده الاحتراف، يعني عايزين تاخدينا كده معاكي في القصه. هو انا ابتديت، هو بقى بعد لما قال لي انه خلاص مفيش دايفنج، مفيش سباحه تاني، كملت في دايفنج، وهو بقى شايف ان انا اللاين بتاعي مظبوط على دايفنج، وان انا يعني الستايل نافع مع الدايفنج اكتر من السباحه. ففضلت مكمله معايا طبعا بطولات براعم دي من سنين كتير قوي، انا مش فاكراها يعني، بس ابتديت معايا. ومع اول بطوله نزلتها ما كانش بقالي كتير خالص بتمرن. انا فاكراها البطوله دي كويس، كانت بطوله القاهره، كانت في نادي هليوبوليس. نزلت وعملت فيها حلو يعني، وجبت ميداليات كويسه على انها اول بطوله، وكملنا وكده. وبعدين جت في وقت اللعبه وقفت في النادي اللي انا كنت بلعب فيه، فجيت الاهلي. كانت تقريبا كنت بلعب ساعتها تحت 15 سنه. لا تحت 13. ابتديت جيت هنا اول سنه جيت فيها النادي ما كانتش احسن حاجه خالص بقى، عشان نقلت مدربين وكده، فما كانتش احسن حاجه خالص بالنسبه لي. وبعدين ابتدينا في 2016، دي كانت تاني سنه، كان عندي بطوله في بطوله الجمهوريه في شهر 9 تقريبا. دي بقى ابتديت، كانت اخر سنه تحت 13 سنه، ابتديت العب بقى وارجع فيها زي ما انا.
جبت ساعتها غالبا واحده فضه واثنين فضه وواحده برونز. حلو جدا. وابتديت بقى ارجع كده ستيب باي ستيب لحد ما الدنيا مشيت يعني، وكانت دي اخر سنه تحت 13 سنه. جت بعد كده تحت 15 ابتدت برده الدنيا تبقى احسن بكتير. لعبت اول سنه كاس مصر جبت فيها واحده برونز واثنين برونز وواحده فضه، وبعدين لعبنا جمهوريه برده جبت فيها اثنين فضه وواحده برونز، وكنا بنلعب حاجه اسمها زوجي عمومي، دي اللي بيجي فيها ميداليه في ناشئين من اول سنه تحت 15 بيلعب في عمومي، فاحنا لعبنا في عمومي كنت زوجي دي انا وبنت تانية بنط مع بعض. وبعدين بيشوفوا بقى النطه ازاي احنا ماشيين مع بعض وكده، فجبت فيها برده ساعتها ميداليه برونز. وبعدين عدت 2018 عدت 2017 جينا بعدها للسفر في 2018، دي كانت اول بطوله ليا بره. سافرنا رحنا هولندا كانت بطوله ايندهوفن. سافرنا طبعا دي كانت اول سفريه ليا خالص، فاللي هو انا مش فاهمه اي حاجه بقى بس. وبعدين سافرنا والدنيا كانت حلوه قوي، وهو طبعا اتعلمنا حاجات كتير وهي اكسبيرينس لذيذه جدا. اول بطوله بره دي ما كانتش طبعا احسن حاجه بالنسبه للنادي يعني، وده طبيعي عشان دي كانت اول بطوله بالزبط. وبعدين جينا رجعنا بعدها كان عندي بطوله كاس مصر، ودي فعلا من احسن البطولات ليا هنا، دي اللي انا خدت فيها الكاس، خدت فيها كاس احسن لاعبه. لعبت البطوله وخدت فيها في الناشئين تحت 15 خدت فيها اربع ميداليات ذهب، وخدت كاس احسن لاعبه. ولما تصعدت ولعبت عمومي خدت في الزوجي اول، وخدت برضو ميداليتين برونز في الفرد. ما شاء الله على فكره يعني ده 17 سنه بس. ايوه لا وبطولات ورا بعض يعني. احنا بيبقى عندنا بطولتين في السنه وفي غير بقى تكسبيهم ما شاء الله يعني، ويا رب تستمري على كده. احنا فخورين بيكي والله هنا بجد. ده واحنا بره واحنا في هولندا. عايزين نعرف اكتر بقى عن الصور. كانت بعد البطوله اللي هي خدت فيها كاس احسن لاعبه، كانت بعد عمومي عشان البطوله دي كانت في نيو جيزا، فكنا بنرجع متاخر. ودي في البطوله نفس البطوله، ودي انا وصاحبتي واحنا مسافرين بره، دي تاني سفريه. مامتك ما بتحضرش خالص حتى سفريات؟ لا لا سفريات لا نوي اصلا. اول سفريه دي كانت بعياط يعني. اول سفريه دي احنا كان معانا كابتن راني علواني. مامي كانت بتعيط يعني معاها يعني بجد. اول سفريه دي مامي مش انا كويسه ومفيش اي حاجه ومبسوطه عشان مسافره وكده. مامي بجد بتتعب. طب وكابتن راني ما شجعتهاش؟ لا لا شجعتها كابتن راني يعني. خبره كبيره. لا لا كابتن راني بتشجعها. بالمناسبه هنا اعلى ارتفاع يعني قفزتي منه او عملتي منه دايف؟ انا نزلت بطولات لحد 7 متر بس. بس كتمرين 10 متر. هو كيكا اعلى حاجه 10 متر بس انا نزلت بطولات لحد 7 يعني. على فكره بالنسبه للناس اللي مش عارفه تفاصيل الرياضه دي كلمه 10 متر ممكن تتسمع يعني واقعة الودن عادي. مش يعني مش محتاجه اقول لك على الـ 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 لا عايزه اقلب وعايزه لا انا واقفه على 10 متر عندنا في مدينه نصر شايفه السيتي ستارز من فوق يعني. مش كده برضو؟ لا ارتفاع طبعا. مفيش مره سواء في تمرينه او في بطوله او في كذا ترددتي؟ لا اكيد في طبعا، اكيد في اكيد بيحصل بالذات واحنا صغيرين خوف وتردد كتير قوي، وكان ساعات في وقت حتى مش من بعيد يعني في وقت قريب حاجات. بس بتهيألي خلاص دلوقتي عديتي المرحله. عدينا المرحله يعني مفيش ارتفاع ممكن يبقى موتر من وجهه. لا لا ارتفاعات لا، بس غصب عنك يعني الواحد ساعات على البورد بيبقى متردد في حاجات. ليها رهبه او انك تنزل تاخد كرباج او لا قدر الله حد يتخبط او كده. بس هي مش مجرد نطه والسلام، ده نطه كمان وفي يعني في حاجات بتحصل. وبعدين تانية. اي نزله غلط بنتبهدل يعني. سواء كرباج او بالمناسبه بتعرفي عدد اللفات؟ انا ممكن اكون بستخدم يعني ترمينولوجي مش مظبوطه قوي. عدد اللفات او السما سولتس اللي بتتعمل؟ لا بحس بيها بقى. يعني بتتحسب طبقا للارتفاع ويعني هي بتتحسب، هي كل حاجه يعني بتتعمل من كل يعني يعتبر يعني مش طبعا مش كل حاجه بتتعمل من كل حته على حسب بقى السن وعلى حسب قوه الدايفر نفسه. يعني قصدي اقول لك ان ممكن مثلا ارتفاع معين تلاقي احدى اللاعبات على ما توصل للميه يعني مثلا تكون عملت اربع دورات في الهواء مثلا او اربع ثلاثة ونص، واحده غيرها بتعمل مثلا اثنين او ثلاثه. ايه ولا هو في عدد معين؟ لا مش عدد، هو على حسب طبعا كل حاجه ليها ديفيكولتي معينه. وبتتحسب بقى عشان دي وقت البطوله لما بناخد درجات بتتحسب فيها، بيجمعوا مثلا ثلاث درجات مع بعض يتحسبوا تعمل لهم تايمز الديفيكولتي وكده، فطبعا دي بتفرق قوي في البطولات يعني.
بعدين لكن الحسابات بقى، الحسابات بتاعت اللفات وكده، كل واحد يعني مثلا من 10 متر ممكن حد البوت ثابت كده كده غير متحرك، فممكن مثلا حد من 10 متر يعمل 3.5 تاك، حد على البورد المتحرك يعملها من متر، فهي مش بتتقاس كده يعني، هو على حسب الديفيكولتي وكل واحد بيوصل لفين في الاخر. طيب احنا ممكن ناخد معانا مداخله كابتن طارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحه بالنادي الاهلي. يا كابتن صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، نورنا. ومعانا هنا لحضرتك تابعت الفقره من اولها، وخلينا كده في الاول ناخد رايك في هنا واداء هنا، واحنا كلنا طبعا فخورين بيها. اتفضل يا كابتن. لا هنا طبعا من اللاعبات المميزات عندنا في النادي الاهلي. انا حضرتها وهي عندها حوالي 8 سنين 9 سنين انضمت للناشئين النادي الاهلي، وتدرجت في صفوف النادي لحد ما وصلت وبقت بطله، حصلت على بطولات وحصلت على كاس احسن لاعبه، وشرفتنا في بطوله ايندهوفن، كانت من اللاعبات المميزات جدا هي وشهد. وعندي لسه تحت في بنت اسمها شمع، وعندي لسه جيل طالع من تحت كويس جدا. بس هنا تعتبر من اللاعبات الجيدات جدا. عندي مها محمد عبد السلام كانت وصلت للاولمبياد، يمكن هي مثل اعلى اعتقد لهنا، وكلهم عندنا في النادي وربنا يكرمهم ان شاء الله كلهم يا رب ان شاء الله. كلمنا يا كابتن عن المواهب برضو اللي موجوده وازاي بننميها وازاي بيتم تشجيعها، يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. والله احنا بنهتم بالسن دوت من سن حوالي 5 سنين أو 6 سنين بناخده، بنبتدي اللي انت عارفه اللعبه دي برضو للناس اللي مش فاهماها او اللي ما تعرفش عنها حاجه، هي لعبه بتحتاج فاكسبيلتي شويه، مرونه. صحيح. ولازم تنميها من وهي البنت صغيره او الولد من هو صغير، ان ما نميهاش هتبقى مشكله جامده جدا. فاحنا بنعمل ده دلوقتي، بننمي المهاره دي دلوقتي. اهم حاجه عندي الفتنس والمرونه، وبعدين ببتدي ندخلهم سنه سنه على سلم الغطس، نبتدي نتمرنوا تمرينات بدائيه اللي هي الاساسيات بتاعه لعبه الغطس. وبعدين احنا مهتمين جدا جدا بالمرحله دي، لان احنا هو ده الاساس بتاع النادي. يعني ده الاساس اللي هيبقى لقدام، احنا قاعدين احنا ماشيين، احنا عندنا لازم يبقى فيه لعيبه ولازم يبقى فيه مدربين على مستوى عالي. طيب بيتوفروا عندنا الحمد لله. هل يا كابتن طارق في سن معين يعني خلاص ده بيكون السن المفروض فيه اللاعب او اللاعبه يعني بيعتزل بعدها، ولا السن ملوش علاقه؟ لا السن ملوش علاقه، على قد مقدره اللاعب او اللاعبه في ان هو بيدي. خلي بالك برضو الالعاب الفرديه دي، وانس ولد او بنت ماشيين مركز اول، لو راح لمركز الثاني خلاص بيبطل. يعني دي ده عرف معروف في الالعاب الفرديه كلها، سواء سباحه سواء غطس سواء باليه سواء كاراتيه سواء الالعاب الفرديه كلها. تمام. دايما البطل نمره واحد، لو الدنيا قفلت معاه او حس ان هو رايح في حته ثانيه بيبطل. لكن طول ما هو قادر وطول ما هو بياخد بطولات هو مستمر، مالهاش دعوه بالسن خالص. يا كابتن على صعيد الغطس تحديدا، طبعا بعد التحيه لحضرتك وصباح الفل عليك. صباح الفل يا فندم. احنا عندنا نموذج مشرف لبنوته لسه بتقول يا هادي في المشوار بتاعها، ومع هذا اللهم صل على النبي رصت لنا بتاع 430 ميداليه برونزيه، 172 ميداليه ذهبيه. فالى اي حد احنا عندنا هذا النموذج المشرف متكرر؟ هل عندنا عدد كافي من اللاعبين واللاعبات في الرياضه دي بالتحديد نقدر نشوفهم ان شاء الله الفتره اللي جايه في الدورات الاولمبيه مثلا؟ وخصوصا يعني الرياضه دي يمكن على صعيد المشاهده في الدورات الاولمبيه ليها نسبه مشاهده عاليه جدا، فعندنا عدد كافي من الابطال والبطلات في السن الواعده دي يشرفونا في المستقبل ان شاء الله؟ بص حضرتك، رياضه النساء او السيدات بوجه عام الرياضه المصريه مشكله. فان انت يبقى عندك كم من السيدات او كم من الناشئات او كم من البنات ان هو بيلعب، ده نجاح. ولما بنلاقي حد كويس احنا بنمسك فيه بايدينا واسناننا وبنقف وبندعمه كويس جدا جدا جدا، مش عايزين نفقد القصه دي. بنبتدي نحسن، بنعمل اقصى ما عندنا عشان نحسن مستوى البنت او الانسه. فهنتكلم على مستوى النادي الاهلي. مستوى النادي الاهلي كان عندي مها محمد عبد السلام، دي لعيبه دوليه ولعيبه اولمبيات ولعيبه كاس عالم وبطله بطله. بيجي الجيل اللي بعده هنا شهد، اتفضل حضرتك، مجهزينهم ومستمرين معاهم كويس جدا، وهم كمان مساعديننا كويس جدا بادائهم وبانتظامهم في التمرين وبتركيزهم، واخد بالك؟ فدي كمان حاجه مساعدانا كويس قوي. بعد هنا وبعد شهد في كمان اجيال كمان ثانيه طالعه لحد 5 سنين و6 سنين، احنا دلوقتي بنركز على
البنات بطريقه جامده جدا عشان ناخد اكبر عدد، لان زي ما حضرتك عارف مش كلهم بيكملوا لحد النهايه معانا بطبيعه الحال. بس رهانة بطله، شاهد بطله، نهى محمد عبد السلام بطله، ان هم اولا مكملين لحد دلوقتي بمستوى راقي جدا، بمستوى عالي جدا، بميداليات، ببطولات، فحاجه مشرفه وانا بتشرف بيهم وسعيد ان انا عاصرت الثلاث بنات دول تحديدا بالنادي الاهلي. احنا كمان بنتشرف بيهم حقيقي بجد، بنشكرك جدا كابتن طارق، شكرا لحضرتك. يعني حاجه جميله والله جدا، وده بقى ياخدنا يعني معلش انا وكريم اكيد السؤال ده لازم نساله لك، قصه انت الفيجن بتاعتك او بعد كده رؤيتك انت خطواتك اللي جايه ايه؟ احنا محتاجين كبرضه جمهور للنادي نبقى عارفين، هنا مكمله، هنا بتدرس، هل الدراسه هتاثر، هل الشغل ممكن بعد كده ياثر، يعني عايز حياتك الشخصيه. هنا مكمله بس هنا داخله ثالثه ثانوي، فبتحاول حاجه طبعا صعبه، يعني صعبة. بحاول على قد ما اقدر انه مواعيد الدروس تبقى بعيده عن التمرين وكده، بس اكيد في ايام غصب عني يعني مش هروح التمرين فيها، يعني الدنيا مثلا تتلخبط شويه، يبقى عندي مذاكره طبعاً اكتر طبعاً. عشان دي اهم سنه يعني، بس وبعدين بقى المفروض نكمل على كده، وبطولات بقى، واكيد عايزه اوصل لحاجه بره احسن من كده بكتير، ويعني هنشوف. الى جانب التنسيق او التوفيق ما بين الدراسه والتدريب والبطولات وما الى ذلك، في صعوبات معينه واجهتيها في مشوارك القصير الدسم ده لغايه دلوقتي؟ انا بجد يعني فعلا مش ببالغ، بس اليوم اللي مش بيبقى عندي فيه تمرين وانا رايحه المدرسه، انا يومي مش ببقى عارفه اذاكر فيه، يومي بيبقى متلخبط. الدرجه دي؟ يعني انا خلاص اتعودت، انا بقالي اكتر من 10 سنين، فانا خلاص اتعودت ان انا بصحى الصبح انزل المدرسه، اخلص سواء يجي ياخدني، اروح التمرين، اتغدى وانا في العربيه، اروح التمرين، اخلص تمرينتي، نطلع والدنيا بتضلم، اروح البيت، يا يكون عندي درس يا اما اذاكر. يومك أنا مشحون بالمعنى. انا اتعودت على كده. وبمناسبه الكلام على الدراسه والسنه الدراسيه والاجواء الشتويه، اخبار الحمامات السباحه ايه في التلج اللي بيكون فيه في الشتاء؟ لا 24 ده احنا خلاص بقى تمام، يعني تدفئه بتهيألي. بس احنا الفكره ان احنا بنبقى طالعين نازلين يعني مش في الميه، فبناخد هواء، بس خلاص بقى يعني اتعودنا خلاص. صعبه برضو لعلمك طبعا طبعا والله. صعبه مش سهله. طيب ايه البطولات اللي انت هنا بقى قدام حطها في دماغك نفسك تكسبيها؟ احنا عندنا الشهر الجاي المفروض ان شاء الله بطوله، عندنا بطولة كاس مصر، وبعدها بشهرين المفروض بطولة الجمهورية، واحنا لسه اصلا بادين تمرين مثلا بقالنا شهر او شهر ونص عشان كورونا بس، ف يعني بنتمرن دلوقتي، وطبعا الفترة اللي كنا قاعدين فيها في البيت طبعا النادي ما سبناش يعني كباتن وكل الناس كانت بتتابع معانا بس، فهما البطولتين دول، وان شاء الله لو سافرنا بقى السنة الجاية اتمنى ان انا اعمل حاجة احسن بكتير يعني ان شاء الله. يا كؤوسك يا هنا يا كؤوسك. هي دي البطوله. ده كان كاس ايه؟ كاس احسن لاعبه. احسن لاعبه. جميل. دي كانت قبل اول سفر في 2018 قبل ما نسافر. وده الكابتن بتاعي كابتن طارق وصحاب. كابتن طارق احكي لنا كده اكتر عنه، ازاي بيتعامل معاكوا، يعني الاجواء بتبقى ازاي بيشجعك قبل البطوله، يعني عايزين تعيشينا الجو. كابتن طارق طبعا في وقت بيشد علينا فيه، وفي وقت بيبقى اللي هو يعني طبعا يلين معانا شويه عشان الدنيا تمشي، عشان مش كل وقت بينفع فيه الشد، بس طبعا احنا كلنا بنحبه يعني ده كابتن طارق، فطبعا ليه توجيهات وحاجات معينه بتفرق معانا جدا، ليه كده تشيكس معينه يديها لنا قبل البطوله بتفرق معانا ومعانا شخصيا. لا المعزه واضحه يعني. ده الجمله دي بس لوحدها ده كابتن طارق. لا ده كابتن طارق طبعا، كابتن اسامه جدا. كمان هما الاثنين يعني تعبوا معانا كتير فعلا، تعبوا معانا كتير جدا وغيرونا كتير. بمناسبه الكلام عن النادي الاهلي، مش جمهور ومشجعي النادي الاهلي كانوا يعني بيخربوا لك الدنيا تشجيع في البطولات المختلفه. طبعا مش لازم نرد على الناس الحلوه دي برساله لطيفه منك تتوجهي بيها لكل جماهير النادي طبعًا الاهلي؟ طبعا كل الناس اللي بتشجعنا وبتقف معانا سواء صحابنا او اهلنا او كل حاجه، طبعا الناس دول يعني ما عنديش حاجه اقولها لهم فعلا، هم يعني تعبوا معانا كتير، واحنا اصلا
من يعني من غيرهم فعلا مش نعرف نوصل لحاجات كتير قوي يعني. طب هنا قبل ما بتبتدي بتبقي عارفه ان في ماتش او في بطوله، وانت طبعا جزء التدريب ده مفروغ منه، انت بقى ازاي بتهيئي نفسك نفسيا؟ يعني عايزين نعرف تفاصيل اكتر، دخليني في الكواليس بتاعتك. طبعا اول حاجه بنام نوم تام. كويس. بنام نوم اللي قبلها بقد ايه بقى يعني؟ من اول ما نبتدي اسبوع البطوله يخش بننام، واول لما اسبوع يا هنا ولا لا بجد مش بنام اللي هو اسبوع لا قصدي ان هو ليالي البطوله يعني اللي هو لازم ننام بدري وكده، دي اول حاجه. ولما نبتدي كمان نروح النادي اللي فيه البطوله الدنيا بتفرق اكتر، عشان بقى كل الناس تيجي وكده، فاللي هو كلنا متجمعين فجو البطوله ابتدى خلاص. طبعا بقى اللي هو بحاول اشجع نفسي باي طريقه، كباتن مشجعوني، اهلي بيشجعوني، بس جوايا بقى بيبقى اللي هو انا لازم اعمل كويس، أنا لازم اشد حالي، مفيش حاجه اكون خايفه منها وكده، فاكيد بيبقى في رهبه صغنونه يعني. طبعا حلو جدا. للاسف وقتنا جري، وجودك معانا يعني نورتينا وشرفتينا، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. نورتينا يا هنا، وان شاء الله كل مره كده تاخدي فيها بطولات اكتر تيجي تنورينا ونتكلم عنها. انا بشكرك يا كريم. وانا بشكرك وبشكر هنا لوجودها معانا. شكرا لحضراتكم على متابعتنا، هنشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.